محطتنا القادمة راح تكون مع القرار الجديد اللي أصدرته بلدية مسقط حول تنظيم وقوف المركبات المهملة بمحافظة مسقط. راح نتطرق طبعا لتفاصيل هذا الموضوع من خلال تواصلنا بالاتصال مع أحمد بن سليمان العامري مدير الدراسات القانونية ببلدية مسقط. مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومشكورين على التواصل. يا مرحبا وسهلا فيك. ونتكلم طبعا اليوم عن اللائحة التنظيمية التي أصدرتها بلدية مسقط حول تنظيم وقوف المركبات المهملة بمحافظة مسقط. بداية وفق قانون بلدية مسقط الصادر من المرسوم السلطاني 35/2015 في إطار اختصاصات الممنوحة لبلدية مسقط في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأماكن العامة والساحات، أصدرت البلدية اليوم القرار رقم 171 بإصدار لائحة تنظيم مركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط. نعم. ورد في هذه اللائحة أي مركبة تم تركها في مكان عام لمدة تجاوزت 14 يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها وأصبحت مشوهة للمنظر العام، هذا هو تعريف المركبة المهملة أستاذ أحمد؟ نعم، وفق المادة الأولى نصت على تعريف بداية بالبلدية بلدية مسقط، وتم تعريف المركبة المهملة أنه أي مركبة يتم ركنها في الأماكن العام لمدة تجاوز 14 يوم من تاريخ وضع الملصق التنبيهي. يعني طبعا الملصق التنبيهي يتم وضعه من قبل الموظفين المختصين في بلدية مسقط. نعم، يعني يمكن أستاذ أحمد هذا المشهد نحن نشوفه بشكل دائم، ترك سيارات لمدة طويلة تتراكم عليها الأتربة وتصبح نعم مشوهة، وهذا خاصة في الصناعيات وفي الأماكن كذلك. نعم، أصبحت هي ظاهرة منتشرة في محافظة مسقط، لذلك أوجدت البلدية هذا التنظيم لكيفية التعامل مع المركبات المهملة. نعم. وحددت مدة معينة بعد تاريخ وضع الملصق التنبيهي وهو 14 يوم يتم سحب المركبة إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية. نعم، وعشان يعرف أصحاب هذه المركبات اللي تركوها لمدة طويلة ما عليهم قانونيا، خلنا ناخذ الخطوات أول بأول، يعني ما هي المراحل اللي تتعامل معها بلدية مسقط اتجاه هذه المركبات؟ يعني خلنا نبدأ من البداية. نعم، البداية عند وقف المركبة في المكان العام وأصبحت مشوهة للمنظر العام يقوم الموظف المختص في البلدية بوضع الملصق التنبيهي. نعم. بعد مرور 14 يوم، طبعا بعد مرور 14 يوم من وضع الملصق التنبيهي تقوم البلدية بسحب المركبة ووضعها في الأماكن المخصصة اللي خصصتها بلدية مسقط وهي أماكن الحجز. هذا بعد 14 يوم من وضع الملصق. بعد 14 يوم وبعد 7 أيام من وضع الملصق التنبيهي تقوم البلدية خلال 7 أيام بالتنسيق مع المعنيين في شرطة عمان السلطانية التأكد من حالة المركبة. نعم. إذا كان فيها قيد أو فيها أي بلاغ صادر لشرطة عمان السلطانية سيتم نقلها إلى الأماكن المخصصة لشرطة عمان السلطانية. نعم. وبعدين ما هي الإجراءات عاد لما الواحد يروح يطالب بسيارته من أماكن الحجز؟ بداية هي بالأماكن الحجز حددت اللائحة وجود يجب أن تمر 90 يوم حتى يمكن للبلدية التصرف في هذه المركبة، ولكن إذا قام مالك المركبة بالتوجه إلى الأماكن الحجز التي خصصتها البلدية يتم فرض غرامة إدارية حسب نوعية المركبة. إذا كانت مركبة من نوع السيارة أو المركبات اللي أو الحافلات التي تحمل أقل من 15 راكب أو الدراجات أو الجرارات فيتم هذه فرض غرامة مقدارها 100 ريال. وكذلك فرض غرامة مقدارها 5 ريالات عن كل يوم تبقى فيها المركبة في المواقع المخصصة من بلدية مسقط. نعم، هذا إذا حصل يعني موظف البلدية أو مفتش البلدية هذه السيارة وبان عليها أثار أنها متروكة لمدة طويلة، لكن في حالة يعني تقديم بلاغ معين، أحيانا بعض الأشخاص متضررين يمكن هذه السيارات قريبة من منازلهم وتشوه المنظر، يعني كيف بإمكانهم تقديم بلاغ معين تجاهها؟ هو عن طريق مواقع، سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي موقع بلدية مسقط أو عن طريق مركز الاتصالات. وهذه المدة تحتسب من وضع الملصق ولا تحتسب حتى من تاريخ البلاغ؟ 14 يوم من تاريخ وضع الملصق التنبيهي من قبل الموظف المختص بالبلدية. طيب أستاذ أحمد، ما تحاولوا أنتم خلال هذه الفترة تتواصلوا مع صاحب هذه المركبة من خلال التنسيق مع شرطة عمان السلطانية في الوصول إلى بياناته؟ هو خلال 90 يوم بيكون في إعلان في الصحف اليومية عن أصحاب المركبات عليهم مراجعة البلدية قبل قيام بلدية بالتصرف بهذه المركبة. نعم، جميل. يعني أتوقع من خلال هذه اللائحة
صارت كل الخطوات واضحة ومعلومة لدى الجميع في الخطوات اللي تتبعها بلدية مسقط اتجاه هذه المركبات، وأصبح لا عذر حقيقة يعني أمام الأشخاص اللي يتركوا مركباتهم لمدة طويلة جدا. نعم بالفعل اللائحة حدرت من يوم وضع الملصق التنبيهي وحتى البيع، طبعا يكون البيع بعد 90 يوم من تاريخ وضع الملصق التنبيهي. نعم، ومن متى راح يتم العمل بهذه اللائحة؟ من تاريخ صدورها، وهي اليوم صدرت. نعم، من تاريخ صدورها يعني ابتداء من اليوم. ابتداء من اليوم. طيب يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك، نحن شاكرين طبعا تواصلك وتوضيحك لكل ما جاء في هذه اللائحة. مشكورين وشكرا على الاستضافة. نعم، لك جزيل الشكر. الأستاذ أحمد بن سليمان العامري، مدير الدراسات القانونية ببلدية مسقط، والحديث طبعا عن لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، واللي صدرت اليوم وحددت طبعا تعريف المركبة المهملة. ونحن نذكر أن المركبة المهملة هي مركبة تم تركها في مكان عام لمدة تجاوزت 14 يوم من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، وأصبحت مشوهة للمنظر العام. وهذا المنظر والمشهد نحن نشوفه بشكل دائم، خاصة لما نروح يعني عند الصناعيات وغيره، تشوف فعلا السيارات متروكة لمدة طويلة، وبعضها حتى صارت ما تنشاف من الأترباء اللي عليها. البعض أيضا يستغل مواقف المنتزهات العامة والحدائق، وبالتالي هو يعيق أيضا الناس اللي مرتادين لهذه الأماكن ما يحصلوا على مواقف. نعم، وبعضهم يمكن خلى سيارته وسافر بعد عنها.